برعاية نقابة أطباء سوريا، الرابطة السورية للجراحة العصبية عقدت مؤتمرها السنوي الرابع لعام 2017 تحت عنوان الإنتانات العصبية، وذلك على مدرج كلية الطب. وقد تضمن المؤتمر عدة ندوات تناولت أهم المحاور فيما يختص في الجراحة العصبية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، معنا بالاستديو الدكتور عماد سعادة، رئيس رابطة الجراحة العصبية. سعد صباحك، صباح الخير. صباح الخير. بس لتنويه، نحن رابطة الأمراض العصبية وليست جراحة العصبية. الأمراض العصبية. نعم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نحكي أكثر عن المؤتمر، وخلينا نحكي عن أهم المحاور يلي تضمن المؤتمر أو يلي تم النقاش فيها بالمؤتمر. نعم. الحقيقة رابطة العلوم العصبية السورية قامت منذ تأسيسها من عام 1994 بندوات متعددة متكررة لتوضيح وشرح الكثير من الأمراض، ووضع خطة علاجية للكثير من الأمراض، وإجراء مبادئ يعترف فيها الجميع وتطبق في كافة مشافي القطر. خلال العامين الماضيين تم إجراء 4 ندوات علمية هامة، كان آخرها المؤتمر ب 27-28-4 حول التهابات الجملة العصبية المركزية والمحيطية. كان هناك موضوع هام هو عوز المناعة المكتسب. الحقيقة هالمرض ما شائع ببلدنا، وهي نعمة من ربنا، وإنما هو موجود، ولذلك تم التنويه والتذكير فيه حتى ما تمر بعض الحالات بدون تشخيص، وبالتالي قد تؤدي لأذية وإساءة للكثير من الناس. كان هناك مشاركة من زملاء مختلفين باختصاصات مختلفة، الأمراض العصبية، الأمراض الالتهابية أو الإنتانية، إضافة لمساهمة بعض زملاء من اختصاصات الأشعة لتوضيح الموجودات التي تساعد في التشخيص ببعض الحالات غير الواضحة بشكل هام. هذا كان موضوع الجلسة الأولى للندوة، والتي لاقت نقاش وترحيب من كافة الزملاء يلي حضروا الندوة. طيب دكتور، هذا المؤتمر رقم 4 للرابطة، خلينا نحكي شو الجديد في هذا المؤتمر، شو النقاط الأساسية الجديدة الموجودة فيه؟ الحقيقة هو المؤتمر الرابع خلال العامين الماضيين. في مؤتمرات عديدة أجريت سابقا، وإنما بعد إعادة هيكلة الرابطة خلال العامين الماضيين. شو اللي اختلف بعد إعادة هيكلة الرابطة؟ الحقيقة الرابطة إلى تاريخ ممتاز، تاريخ عريق، قامت بنشر الثقافة بالأمراض العصبية بالوطن، بالجمهورية العربية السورية، تابعت المسيرة السابقة، دخل زملاء جدد على الرابطة. الحقيقة ما في خلاف كبير أو خلاف جوهري عن أسس الرابطة يلي أسست منذ عام 1994، وإنما ضمن الظروف الحالية كان لابد من التدقيق وعلى وجود زملاء محبين للوطن، محبين للعمل، وهذا بمساهمة لجنة الروابط في نقابة أطباء سوريا يلي ساعدت باختيار زملاء ذوي انتماء للوطن بيساهموا بنشر العلم بالوطن، خاصة بظروفنا الصعبة الحالية. وهون لابد من تقديم الشكر للجهود التي تبذلها نقابة أطباء سوريا، وأخص بالذكر لجنة الإشراف على الروابط لدعمها المستمر إجراء مثل هذه المؤتمرات لنشر العلم في كافة أنحاء الوطن، خاصة ضمن هاي الظروف الصعبة. والحقيقة بيلفت النظر بندوتنا الأخيرة هاي اللي كانت حول التهابات الجملة العصبية، إنه العديد من الزملاء من المحافظات البعيدة، حلب، حما، حمص، طرطوس، اللاذقية، بانياس، كل الأطباء يلي لهم اهتمام حضروا المؤتمر رغم أعباء الطرقات وصعوبات الوصول إلى دمشق من بعض الأماكن. نعم دكتور، سوري. هلا نحن عم نشوف لقطات من المؤتمر، ولكن خلينا هون ننوه أهمية مشاركة أطباء من مختلف يمكن المحافظات السورية بهذا المؤتمر، وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للمشاكل أو للعقبات بسبب الظروف يلي عم نمرق فيها بالمحافظات السورية. قديش مهم اليوم نتبادل الخبرات، قديش مهم إنه نحط خطط، قديش مهم إنه نلاقي حلول لمشاكل.
نعم. طبية. الحقيقة تم خلال هذا المؤتمر القيام بمناقشة بعض الأمراض التي قد يختلف تدبيرها وعلاجها من مشفى إلى مشفى آخر، وبالتالي نوقشت بعض الحالات اللي بنسميها غامضة ما فيها تشخيص واضح، وتم الوصول أو المحاولة للوصول لطريقة لوضع خطة علاجية لمثل هذه الحالات، مثل بعض التهابات السحايا الغير مؤكدة الطبيعة، ويلي رغم كل الاستقصاءات والفحوصات المخبرية والشعاعية لم نصل إلى السبب الممرض، شو هو السبب الذي أدى لحصول هذا النوع من الالتهاب، وتم نقاش مثل هذه الحالات. طيب قديش مهم مثل ما قالت ليه تبادل الخبرات اليوم إقامة هي المؤتمرات في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها؟ لما نقول 4 مؤتمرات خلال 2 واستمرار هي المؤتمرات، يمكن في جدول كبير للرابطة، خلينا نحكي عن أهمية إقامة هذا المؤتمر. الحقيقة هذا المؤتمر ركز على ناحية هامة جدا، هي الالتهابات وهي حالات خطيرة بالمراحل الأولى، وإنما قد تكون شافية بدون أن تترك أي عقابيل، وبالتالي التذكير بالأعراض التي قد يراجع فيها المريض والبدء بالعلاج السريع والمباشر قد ينقذ أرواح الكثير من المرضى ويؤدي إلى نتائج هامة وبدون أي مشاكل للمرضى بالمستقبل. وبالتالي كانت نقطة أساسية إنه بعض هذه الحالات يجب البدء بالعلاج السريع، خاصة ببعض الأماكن التي لا تتوفر فيها كافة الاستقصاءات الشعاعية أو المخبرية، وبالتالي على الطبيب أن يكون لديه القدرة السريرية من فحص المريض، من استجواب المريض، أن يصل إلى تشخيص، وبناء على هذا التشخيص أو التوجه السريري المبدئي البدء بالعلاج المباشر قبل الحصول على نتائج الاستقصاءات، خاصة إن لم تكن متوفرة. نعم دكتور رفق، يمكن المؤتمر معرض، خلينا نحكي عن هالمعرض وعن المشاركات اللي كانت موجودة هلأ مثل ما شفنا من شوي على الشاشة. الحقيقة بكل الندوات العلمية الشركات الوطنية وغير الوطنية بتساهم بدعم المؤتمر، مثل ما بتعرفي كل مؤتمر في تكاليف في مصاريف معينة لحضور الأطباء لإقامة الأطباء. الحقيقة يلي بيغطي هذه التكاليف هو الشركات الوطنية أو غير الوطنية. الحقيقة بمؤتمرنا هذا كان في مساهمة وإنما ضئيلة من بعض الشركات الوطنية، ولذلك إذا بسمحوا لي احكي كلمة، نحث الشركات الوطنية على دعم العلم والنشاط العلمي في سوريا، خاصة ضمن ظروفنا الحالية التي يصعب فيها السفر خارج القطر للكثير من الأطباء، وبالتالي هذه الندوات هي تثقيف مستمر ونظام تأهيل للأطباء مستمر يساعد على زيادة معرفتهم وإلمام بأحدث التطورات العالمية التي تجري في اختصاص الأمراض العصبية. ويمكن رغم كل ظروف الحرب على سوريا دكتور، إلا أنه الخبرات والمهارات الموجودة في سوريا جدا مهمة وكبيرة. خلينا نحكي عن هاي الخبرات، مواكبة التطور لهي الخبرات ضمن هاي الظروف قديش مهم. نحن عم نواكب تطور البحث العلمي الطبي رغم كل الظروف الموجودة، عم نبتكر دواء كمان. صحيح، الحقيقة ضمن إمكانيات محدودة فينا نقول. الحقيقة رغم كل الظروف ما يجري حاليا من مؤتمرات وندوات علمية هي تصل لأرقى المؤتمرات التي تجرى في أرقى بلدان العالم. المستويات التي تقدم فيها المحاضرات هي مستوى عالي جدا، يتم فيها تقديم أحدث ما توصل إليه العلم، ونحن برابطة العلوم العصبية يلي منتابعه هي أحدث طرق التأهيل والتطوير الطبي يلي يطبق في أحدث البلدان منها أمريكا. نعم دكتور، خلينا شوي نحكي عن الرابطة، خلينا نحكي شوي عن عملها للرابطة، عن متابعتها للتطورات مثل ما ذكرت، عن احتضانها لمجموعة من الأطباء، هن من أهم الأطباء بسوريا وكمان يصنفوا بالعالم من أولى يعني هاي الكلمة. شكرا. الحقيقة رابطة العلوم العصبية السورية مثل ما قلنا إلى تاريخ عريق في البلد، تابعت خلال السنوات الماضية
طبعا كان نشاطها أسهل ضمن الظروف السابقة، لكن مع بداية الأزمة كانت الظروف أصعب، خمدت لفترة قليلة من السنوات بسبب ظروف كانت موجودة ببلدنا. من حوالي سنتين بتوجيهات ودعم نقابة أطباء سوريا، لجنة الروابط، تم إعادة هيكلة هذه الروابط، ونحن من الروابط يلي استعادت نشاطها وقامت بإجراء عدة ندوات، وحاولنا قدر الإمكان التواصل مع الزملاء في كافة المحافظات لمحاولة لحضور كافة الندوات العلمية التي تجرى في القطر لتثقيفهم المستمر ومتابعة تأهيلهم وإعلام بأحدث التطورات الموجودة. طيب دكتور، خلينا نحكي عن جدول أعمال الرابطة بعد هيدا المؤتمر، شو هي الخطوات التالية؟ فينا نقول في مؤتمرات قادمة جديدة؟ نعم، حي الرابطة نقوم بالرابطة بإجراء مؤتمرين أساسيين، واحد يلي أجري بالشهر الرابع، المؤتمر القادم سيكون بالشهر نهاية التاسع أو بداية الشهر العاشر، رح ينحط جدول أعمال للمؤتمر القادم حول مواضيع غير المواضيع التي تم بحثها لمتابعة أو نقاش الأمراض الأخرى، ولابد من التذكير أنه نشاط الرابطة يقوم بالتناغم مع نشاط شيء بنسميه مجلس الأمراض العصبية يلي بيقوم بتأهيل الأطباء قبل ما يصيروا أطباء اختصاصيين، هذا يتم برعاية وزارة الصحة. كيف يتم تأهيلهم من قبل المجلس فينا نحكي؟ نعم، يتم التأهيل من قبل المجلس بإعداد ندوات كل 2 إلى 3 أشهر حول موضوع معين. كل طبيب أمراض عصبية في له خطة تدريب وخطة تأهيل معينة، هالخطة التأهيل تتضمن أنه يعرف العديد من الأمراض الشائعة وغير الشائعة، وبالتالي كل شهرين منقوم بإجراء ندوة حول موضوع معين. هذه الندوة يقوم الأطباء المقيمين في وزارات الدولة المختلفة، الصحة، التعليم، الدفاع، بتقديم محاضرة بإشراف الاختصاصي القديم، وبالتالي هي بتساعده على أنه يتدرب بشكل دائم وبتعطي تحفيز حتى للأطباء الاختصاصيين. نعم دكتور، شو هي أهم المشاكل يلي بتواجهوها بالرابطة أو أهم يلي بتمرق بطريقكم؟ الحقيقة عوائق أساسية لدعم النشاط العلمي معنا. العوائق المهمة أحياناً صعوبة التواصل مع بعض الزملاء بالأماكن البعيدة، لأنه نحن عم نسعى أنه كافة الأطباء بالأماكن البعيدة يوصلوا لدمشق لحتى أو الباقي المحافظات لإجراء الندوات والتأكيد على أنه تأهيلهم ومواكبتهم للعلم مستمرة. هاي الحياة أصعب شيء عم نلاقي. النقطة الثانية اللي نوهت علينا قبل شوي هي موضوع التمويل لإجراء مثل هذه الندوات، لأنه ما في شيء خاص للرابطة، الروابط هي ما لها تمويل خاص، الأموال اللي بتوصل للرابطة هي عن طريق الشركات الوطنية أو غير الوطنية يلي بتدعم العلم. يعني عم نقول جهات رسمية فقط هي اللي تدعم الرابطة، ما في جهات أخرى؟ لا يوجد أي جهات رسمية تدعم الروابط، وكل شيء بنعمل بالروابط هو عبارة عن جهد شخصي ودعم من الشركات، ولذلك ما بيتم مخاطبة جهات خاصة لدعم البحث والتطور العلمي ليكونوا يمكن شريك في هي المؤتمرات، شريك في تطوير البحث العلمي في سوريا ضمن هاي الظروف اللي عم نعيشها؟ الحقيقة هذا الشيء ما في شيء نظام بيقول انه الجهات الرسمية تقوم بدعم الروابط. في فرق بين الروابط والجمعيات، الجمعيات قد يكون لها كيان مالي مختلف، أما الروابط يلي هي ببلدنا معظم الكيانات الطبية هي روابط وليس جمعيات، وبالتالي ما في تمويل خاص وما في دعم مالي من أي جهة رسمية. نعم دكتور، أكيد مؤتمر قادم عم يتم التحضير له، من يعني شو هي الخطوات الأساسية؟ هل اتضحت العناوين الرئيسية لمؤتمر قادم؟ الحقيقة على هامش
المؤتمر يلي انتهى بالأمس تم عقد اجتماع لأعضاء المجلس وتقرر خلال نهاية الشهر التاسع أو بداية الشهر العاشر القيام بمؤتمر. هالمؤتمر راح يكون حول الحوادث الوعائية الدماغية وإصابات الأعصاب المحيطية. نعم أكيد من مشاركة واسعة من كل المحافظات السورية ومن كل الأطباء السوريين أكيد. نعم. طيب بالختام كلمة أخيرة بتحب توجهها دكتور المشاهدين أو لجميع الدكاترة اللي عم يتابعونا، يمكن في مؤتمرات قادمة مهم المشاركة فيها، جميع الدكاترة في جميع الاختصاصات حتى فينا نقول. الحقيقة نأمل من كافة الأطباء المساهمة والحضور، ونحن مستعدين لتقديم أي مساعدة لكافة الأطباء يلي ممكن يجوا من خارج دمشق من كافة المحافظات بإقامتهم بتأمين بعض المساعدة عن طريق الشركات مثل ما قلت سابقا لحتى يشاركونا، ونتأمل الجميع يشارك من كافة المحافظات. نعم أكيد، ونحن بنتأمل المشاركة وبنتأمل الدعم من عدد كبير من الجهات المعنية بدعم العلم والتطور، وخاصة بالمجالات يلي هي شوي فقيرة العين عليها. دكتور يعني بالختام قديش بتحب توجه كلمة لكل طبيب هو حق عم يحقق شيء على أرض الواقع بظل الظروف يلي عم يمرق فيها؟ برغم كل شيء نحن بعدنا مستمرين بإقامة ندوات، بعدنا مستمرين بإقامة أهم العمليات وإيجاد حلول لأهم المشاكل وخاصة العصبية، يعني كلمة من حضرتك للأطباء العصبيين. الحقيقة بصفتي رئيس رابطة العلوم العصبية بتشكر كافة زملائي اختصاصي الأمراض العصبية لمساعدتهم للمرضى واستمرارهم وبقائهم في البلد ضمن هذه الظروف. البلد لها حق علينا، فواجبنا أنه نتابع بعلاج مرضانا مثل ما جيشنا عم بيتابع بتحرير المناطق المختلفة من الناس يلي أساءوا للبلد. شكرا لك الدكتور عماد سعادة رئيس رابطة العلوم العصبية، شكرا لوجودك معنا. أكيد نوجه الشكر لجميع الدكاترة لأنه إقامة هيك مؤتمرات هي جهود مشتركة بين جميع الأعضاء. شكرا كثير لك. شكرا لكم، صباحكم ياسمين وورد. تسلم دكتور، ميرسي كثير لك ويسعد صباحك. أما هلأ مشاهدينا